بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة إن شاء الله يوم الجمعة القادم مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب ليبيا. كل التوفيق طبعا للمنتخب الوطني في هذه المباراة الهامة جدا. بالمناسبة كلنا في ظهر منتخبنا الوطني، كلنا ننتظر هذه المباراة الهامة جدا. مفيش حد في مصر لا ينتظر هذه المباراة والمباراة اللي بعدها بثلاث أيام. وزي ما اتكلمنا دايما، إذا كنا بنتكلم عن محمد شريف وبنتكلم عن مجدي قفشة وبنتكلم عن مصطفى فتحي وبنتكلم عن بقية اللاعبين اللي تم استبعادهم، وده كان لأنه إحنا كلنا أمل وكلنا كنا نرجو أن يكون منتخبنا الوطني أو القومي في أفضل صورة ممكنة خلال الفترة اللي جاية، لأنه الفترة اللي جاية هي أهم فترة، أو المباراتين القادمتين تحديدا هم أهم فترات منتخبنا الوطني خلال الأيام القادمة. كارلوس كيروش مدير فني جيد، كارلوس كيروش مدير فني جديد، أول مباراة هيلعبها، أول مباراة رسمية هيلعبها مع منتخبنا الوطني، أولى مبارياته الودية كسبنا 2-0 أمام منتخب ليبيريا، وبالتالي كل مصر تنتظر ماذا سيفعل كارلوس كيروش في مباراته الأولى الرسمية إن شاء الله يوم الجمعة القادم. هيعمل إيه مع محمد صلاح؟ الحقيقة اللي وصل النهاردة أو كان متواجد في تمرين الفريق النهاردة الحقيقة، وكان عقد كارلوس كيروش جلسة منفردة مع محمد صلاح، اتكلم معاه أكيد في أمور كثيرة جدا تخص المنتخب خلال ما حدث خلال الفترة السابقة وما سيحدث خلال الفترة القادمة، وده مهم جدا جدا لأنه خلاص محمد صلاح هو كابتن هو كابتن منتخبنا الوطني، برغم ان هناك بعض الاعتراضات على مش على محمد صلاح ولكن على كيفية خروج الشارة من الأقدمية اللي هو أحمد فتحي لمحمد صلاح، ولكن عايزين ننسى بقى كل ده ونحط كل ده ورا ظهرنا وننتظر ما هو قادم. مين اللي هيلعب بشكل أساسي؟ مين اللي هيقعد احتياطي؟ الحقيقة النهاردة أنا جات لي أنباء هي ليست مؤكدة حتى هذه اللحظة، أنه قد يكون محمد الشناوي جات له إصابة خفيفة في العضلة الخلفية في المران النهاردة. زي ما حضراتكم عارفين أن في 10 دقائق في الأول بيسمح لكل الإعلام أن هو يصور التمرين. بعد ال10 دقائق دي أنا جات لي أخبار من داخل الاستاد الحقيقة، من المجموعة اللي موجودة هناك وبعض الصحفيين، أن يعني محمد الشناوي مسك الخلفية كده وحط شوية تلج. فهل محمد الشناوي هيكمل، هيبقى موجود في المباراة اللي جاية بعد بكرة ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه خلال أقل من 48 ساعة، يعني بكرة هيبان كل هذه الأمور. لم يكمل محمد الشناوي تدريبه، هنشوف. أتمنى طبعا أن محمد الشناوي يكون إن شاء الله يكون كويس ويلعب مباراة ليبيا ويلعب بعد كده مباراة ليبيا التانية ويلعب، لأن هو الأقرب أن هو يلعب هذه المباراة. بنحاول الحقيقة نعرف أخبار هذا الموضوع، هل هو أنباء صحيحة أم أنباء خاطئة؟ ده اللي هنحاول خلال الحلقة أن احنا نقوله لحضراتكم، لأنه محمد الشناوي هو المرشح الأول لحراسة مرمى منتخبنا الوطني. ناحية اليمين الأقرب الحقيقة هناك تنافس شديد ما بين أكرم توفيق وأحمد فتحي، ولكن الأقرب هو أكرم توفيق لغاية دلوقتي. أيضا اثنين في وسط أو اثنين ستوبرز هيلعبوا، أحمد حجازي والوينج. ناحية الشمال هناك تنافس ما بين أيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح مين اللي هيلعب فيهم، وإن كان الأقرب أنه هو يلعب أحمد أبو الفتوح لأنه الناحية الهجومية عند أحمد أبو الفتوح أكتر شوية من أيمن أشرف، وبالتالي ممكن أحمد أبو الفتوح هو اللي يلعب هذه المباراة. اثنين في وسط الملعب أعتقد حاجزين مكانهم سواء طارق حامد أو عمرو السلية، الاثنين حاجزين مكانهم في وسط الملعب. محمد صلاح طبعا ناحية اليمين، عبد الله السعيد أمام الاثنين الديفندرز، وناحية الشمال هناك أيضا منافسة ما بين رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو، وإن كان الأقرب أن هو يلعب المباراة بعد بكرة إن شاء الله هو رمضان صبحي. وفي الأمام مصطفى محمد هو الأقرب لبدء هذه المباراة، وبالتالي هيكون محمد الشناوي إذا لم تصح هذه الأنباء اللي جاية عن إصابة الشناوي، قد تكون حاجة خفيفة، حس بحاجة خفيفة ولا حاجة، حط شوية تلج وخلاص، بتحصل دايما في التمرين. فإذا كان محمد الشناوي سليم هيلعب هذه المباراة، ما كانش سليم هيلعب محمد أبو جبل. الناحية اليمين أكرم توفيق، حمدي الونش وأحمد حجازي، وناحية الشمال أحمد أبو الفتوح.
طارق حامد والسولية، ومن امامهم عبد الله السعيد، وعلى يمينهم محمد صلاح، وعلى شمالهم رمضان صبحي، وفي الامام مصطفى محمد. ده التشكيل الاقرب الحقيقه لما حدث النهارده في تمرينه منتخبنا الوطني، لسه ان شاء الله بكره ولسه يوم الخميس، ولكن طبعا في بعض اللاعبين بيركز عليهم كارلوس كيروش علشان يكسب هذه المباراه. وعايز اقول لحضراتكم ان مثل هذه المباريات دايما كارلوس كيروش من الواضح ان هو هيبدا ضاغط على، طبعا ده اللي بنقوله لحضراتكم، ده من التمرين، من تمرينه النهارده وايه اللي حصل فيها، ان هو هيبدا ضاغط على المنتخب الليبي، هيبدا ضاغط ان هو يجيب جون بدري علشان يريح اعصابه واعصاب فريقه شويه خلال ال 90 دقيقه. لو قدرنا ان شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نجيب جون نقدر نجيب الثاني والثالث، والمباراه ان شاء الله ان شاء الله تمشي في المستوى والنتيجه اللي احنا طالبينها. واهم حاجه في هذه المباراه ان احنا ناخد ثلاثه نقاط وعرض جيد علشان تروح مباراه هناك ان شاء الله ان شاء الله تقدر تكسبها برده.